صالون الجزائر الدولي. هذا المنصة يعتبر هذا الصالون يعتبر إذن منصة سنوية للمؤسسات يعني الصناعية وكذلك للمستثمرين بالتطرق إلى كيفية إطلاق يعني الاقتصاد الدائري فيما يخص يعني إشكالية النفايات، كيف نقوم بتطوير فرز النفايات عند المصدر التي هي أساس الاقتصاد الدائري. من غير النفايات فيه الاقتصاد التدوري يعنى مجالات أخرى ألا وهي شح المياه وكيفية تدوير المياه يعني المستعملة واستعمالها في السقي وكذلك في القطاع الصناعي.